إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحوار تقدم. بغينا همة من الشباب طلبة العلم في كل مكان، وجهوا همتكم حتى لا تضيع هذه الطريق، حافظوا عليها، حافظوا على الزيارات، حافظوا على اللقاءات، حافظوا على المعرفة، حافظوا على حسن الظن، حافظوا على أخذ الإجازات من الشيوخ، حافظوا على الإلباسات، حافظوا على ما حافظ عليه الآباء والأجداد رحمهم الله رحمة الأبرار. وهذا موطنها وهذا مكانها من كل سنة، حتى يأتي الإنسان ويتفقد نفسه من السنة الماضية إلى السنة هذه، إيه زاد في وعيه؟ إيه زاد في علمه؟ ماذا زاد في صلاته؟ ماذا زاد في عبادته؟ ماذا زاد في سره؟ ماذا زاد في قربه من ربه؟ ماذا زاد في بعده عن إبليس، عن المعاصي، عن القاذورات، عن الأوساخ، بعضها خارجية وبعضها داخلية. الداخل الغيبة وانتشرت في الناس، النميمة وانتشرت في الناس، البهت والكذب وغيرها من الأمراض اللي انتشرت في الناس. ما بغينا مجامعنا هذه تخرج رجال يروحون كل واحد يغتاب الآخر وكل واحد يتكلم في الآخر. بغينا نتطهر، توجهوا إلى الله أن الله يجعلها مجلس طهارة، تتطهر أول فيها الألسنة، تتطهر فيها القلوب، تتطهر فيها الأرواح، تتطهر فيها العقول، ونحس أننا فعلا كما تقولوا في زمانكم دخلنا ورشة. بغينا نخرج من المغسلة هذه ونحن نضاف، هذا لغة زمانكم، كل واحد معه سيارة يوديها المغسلة، تخرج ما شاء الله تبرق ونعاد وداها عن أصحاب التلميع الساطع، ما شاء الله من رآها بيقول أنا بشتريها. بغينا أننا رجال إذا رأيناه قلنا بغينا هذا شيخ، بغينا هذا إمام، بغينا هذا مربي. لولا المربي ما عرفت ربي. نحن نبحث عن هذا النموذج، ما لنا حاجة بمئة ألف، مئتين ألف، مليار ألف من الناس، نبحث عن رجال الواحد منهم يكفي عن أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ وكانوا يتربون في هذه المجامع. كم من ولي تخلع عليه الولاية في هود، لكن ما هو في السوق، ما هو داخل خارج مثل الأطفال والأغنام، موجود عند رجال الله، موجود في المجالس، موجود في المجامع، عينه تأخذ نصيب وأذنه يأخذ نصيب وقلبه يأخذ نصيب وجوارحه تأخذ نصيب وإحساسه يأخذ نصيب، ولا يخرج إلا بأكبر نصيب.